مشاهدينا اهلا بحضراتكم. ان كنت من محدود الدخل وترغب في الحصول على شقه سكنيه ولكن لا تستطيع ذلك نظرا لارتفاع الاسعار المبالغ فيه للعقارات، وزاره الاسكان وفرت لك شقق سكنيه باسعار مدعمه وباقل مقدم وبالتقسيط على 30 سنه. في تغطيتنا هنوضح لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بهذه الوحدات بدايه من مساحتها واسعارها واماكنها حتى الشروط وكيفيه التقديم. وزارة الأسكان أعلنت تقديمها الدعم السكني لبعض الفئات المستحقة له وترغب في امتلاك شقة سكنية، حيث كشفت مصادر بوزارة الأسكان أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئيسية سكن كل المصريين بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر، وأسعارها ستتراوح بين 350 ألف و500 ألف جنيه. فالأسعار ستختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة، وسيتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام، فمقدم الحجز سيتراوح بين 25 ألف و30 ألف جنيه. أما عن التقسيط ومدته فسوف يختلف القسط حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ولكنه سيبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه، ومدة التقسيط ستكون من 7 سنوات أقل مدة حتى 30 سنة أقصى مدة. وعن سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقة سكن لكل المصريين فهو لا يتعدى 3%. وبالنسبة لأماكن طرح هذه الوحدات فتشمل مدن 6 أكتوبر الجديدة، 15 مايو والعبور الجديدة، بدر وحدائق العاصمة والسادات، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، إخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة. وعن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم الراغب في حجز هذه الوحدات فهي كالتالي: أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية ومقيم في مصر بشكل دائم، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم الأعزب 6000 جنيه، أما للمتزوج فيكون 8000 جنيه. ألا يكون قد حصل على شقة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي في وقت سابق، كما يجب أن يكون مقيم في أحد المحافظات التي يشملها الدعم والتي أوضحتها الوزارة. يقدم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 51 عام، ولا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عام بحد أقصى. ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي؟ أما عن الأوراق المطلوبة لحجز هذه الوحدات شقق سكن لكل المصريين 5: صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة سارية، تقديم قسيمة الزواج، كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا، تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز، وإذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك، كما يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد، تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية. أما عن خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي فقم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان المصرية، اضغط على زر التقديم ثم قم بتحديد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه، وفي تلك الحالة بيتم اختيار ما يتعلق بالإعلان الـ18 للشقق السكنية. أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب وحالته الاجتماعية وقيمة دخله الشهري وغيرها من بيانات لازمة، ثم ارفع الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة مثل البطاقة الشخصية لإثبات الهوية والتأكد من الأهلية، ثم قم بإدخال رقم الهاتف، انقر على حفظ البيانات، وفي النهاية اضغط على حفظ الطلب حتى يتم إرسال الطلب إلى الوزارة، وانتظر إلى أن يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية. وإلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.